نشوفه حتى في تصريح لاحق عندما سئل اعتقد في شمس فام قبل أن تقطع تغلق، قال حول لماذا صوت نواب 8.8 بنسبة 100% فيما يتعلق بميزانية الرئاسة، قال إنه سعيد شخصية خاصة ربما ترتقي إلى مستوى عقبة بن نافع. ثم فيديو هذا وذلك، ثم تصريح جديد حتى نسمع راه نائب من منصة هذه نسمعوه إذا كان حاول يجهز، إنما كل ما إذا كان حضرت نطلعوه نسمعوه، وكيف أنه العميد بودربي لا يسمع بعده ولا أحد يعقب على خطورة الكلام. نسمعوه يلا، كلنا نسمعوه الشيء هذا، نسمعوه في 25 جويلية 2021 بعد 3 سنين ما عندوش الحق سيد الرئيس ولا أي واحد من الحكومة يقول يريدون ويتآمرون وهم ونحن كذا، نعرفوهم راه ما هوش إنجاز أن نحط راشد الغنوشي في الحبس، راشد الغنوشي المفروض أنه تم إعدامه من عام 81 وغيره، العشرات اللي في السجن هذوما مش نبيضوا فيهم نحن، ولكن مكانهم الحقيقي السجون والمقابر للأسف، وهذه حقيقة تاريخية ما هوش إنجاز أن نحطهم في الحبس ونقول يريدون. هذا نائب في برلمان الآن أو منظر العالم في تلفزيون رسمي ينقل على الهواء يقول مكانهم السجون أو المقابر، بالإضافة إلى أنه يقول الغنوشي أصله رو مقبل ويصمت، حتى نتبعت آخر الكلمة لا يعقب عليه رئيس البرلمان العميد بودربالة. لك الكلمة حسين، ماذا تنتظر من برلمان قيس سعيد؟ ماذا تنتظر من برلمان انتخب في أجواء الناس كل تعرفها؟ وماذا تنتظر من ترشح لهذا البرلمان؟ وماذا تنتظر من هذا البرلمان الذي يعني لا يقول لا ولا يقول أي شيء في مصلحة الشعب التونسي؟ للأسف الشديد يعني الأصل في الشيء الأحزاب السياسية تتنافس فيما بينها سياسيا، أما أن تحكم على إنسان بالإعدام أو تحكم عليه لما يكون في السجون والمقابر فهذا الأصل في الشيء ليس لحزب سياسي مهما كان يعني وجوده ومهما كان حجمه كبير أو صغير أن يأخذ قرار، ليس هو بالقاضي هذه الأمور فعلا. لو كان الأمر لو كان اكتفى قال من حقه أن يحاكم مهما كانت تهم، هذا يقبل، أما أن يقول السجون أو المقابر يعني اللي يفهم منه وضوح دعوة رمى القتل العنف. نعم كما قلت، هذا ماذا تنتظر من برلمان قيس سعيد؟ هذا هو يعني كل إناء بما فيه يرجح يعني، ومعروف هذا السياسي معروف أنه معناها يعني من الوطد وكذا، من حقه أن يعبر عن رأيه وكذا، ولكن ليس من حقه أن يحكم على منافس وخصم سياسي بأن يكون أن يعدمه. هل تسمع موقف سابق ليه سعادة؟ أو في المقابر موقف سابق ليه، هو حر، احنا حتى واحد حرية المعتقد مضمونة، تعبد بقرة ولا دجاجة كيف هذا مضمون في الدستور الدولي. عندما يسأل عن المال العام، سؤال سابق عن المال العام، كيف لمجلس النواب سلطة رقابية تصوت بالتمام على زيادة جديدة وغير مسبوقة في ميزانية الرئاسة؟ نسمعوش كان يحكي. هي ربما رسالة سياسية أكثر منها، نحن نثق في السيد رئيس الجمهورية. أيوة. ما زال عندنا ثقة كان في رئيس الجمهورية، وهذا الرجل بالنسبة لي أنا مكسب. أيوة. طيلة القرون الماضية ربما قيس سعيد هو عقبة منافع جديد في تونس أو حنا بعد جديد، وهكذا يجب أن يتم التعامل معه. كلنا نسمعه الشيء هذا. نعم سي عادل، نكتفي كما قلنا، روح حرية العبادة مضمونة، حرية المعتقد احنا نحترم، إذا كان الناس تعبد البقر والدجاج حر، لكن هو رأيه الآن سياسي عندما يسأل عن المال العام منذ قرون من قرون عقبة منافع حنا بعد. والله أستاذ حسين من المضحك من المضحكات المبكيات يعني الحقيقة بدون تعليق، ناس أمثال هؤلاء يعني هذا، سمحني أحترم اليساريين الاجتماعيين واليساريين الحقيقيين واليساريين الذين ينافس فكرة بفكرة ورأي برأي، لكن هؤلاء من أمثال هذا النائب في برلمان قيس سعيد
أعتبره من اليسار الوظيفي الاستئصالي الذي يبحث على قتل وإعدام عدوه وليس يبحث عن المنافسة والرأي بالرأي وبرامج وكذا. على كل ما أنا كل إناء بما فيه يرجح، ولا 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 أقدر ولا أريد أن نطيل الحديث في هذا الموضوع، دعوا للتاريخ، التاريخ سيحاسب من كان يعني من كان ديمقراطي ومن كان يدافع عن الحقوق والحريات ومن كان يدافع على دولة القانون والمؤسسات ومن كان يدافع عن المنافسة الحرة النزيهة والرأي بالرأي والبرنامج بالبرنامج وأن يحترم الحقوق المدنية والسياسية. هؤلاء صدعوا رؤوسنا بالمبادئ الكونية وصدعوا رؤوسنا بالقوانين الدولية والقوانين والقوانين، ولكن لما يأتي يجد كما يقولها يجد الجد تراهم يعني ينافسون منافسينهم ويحاربون يعني منافسيهم ويعني هو واجب لفت النظر بالأعدام والسجون والمقابر للأسف. سعادة هو الواجب جزء من النخبة التونسية للأسف الشديد. هو الواجب قد يكون رأيي قلت لك هو حر إذا كان الآن مستقوي بسلطة، لكن كصحفيين واجبنا نذكر القائمين على مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والمؤسسة التلفزة التونسية القناة الثانية في بث مسؤوليتها في بث خطاب تحريضي يدعو للقتل، هذه مسؤوليتها جنائية، هذا أمر ربما يتجاوز حتى المحاكم الوطنية وكثيرون علقوا في فيسبوك ثم قضايا دولية. التحريض على العنف ومش العنف على القتل هذا رأوا له تبعات والمجتمع مش بمنأ عنها، اختلف سياسيين حر أنت في النهضة ولها قياداتها ولا منابرها الإعلامية، فقط ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في انتظار